لعبة الخطبة من المشاوير، كل يوم رايحة وجاية بصور عرايس وصور عرسان، وهو كل هدفها توفق راسين في الحلال. صباح الخير وأهلا وسهلا بيكم، وحلقة جديدة من برنامجكم استراحة. موضوع حلقتنا النهاردة: أيهما أفضل، جواز الصالونات ولا الجواز عن حب؟ قبل ما نبدأ موضوعنا أحب أرحب بزميلاتي. صباح الخير يا رشا. صباح النور. صباح الخير يا هاجر. صباح الخير يا داليا. صباح الخير أعزائي المشاهدين. ازيك يا رشا؟ الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير على كل المشاهدين. عندنا مفهوم خطأ، يعني ناس كتير قوي كانوا متخيلين انه جواز الصالونات بيكون سبب في الطلاق، وده لان يعني من وجهة نظر ناس او بعض الناس يعني ان جواز الصالونات ما بيبقاش فيه فرصة للتعارف للطرفين اكتر. لكن الحقيقة يا رشا ان جواز الصالونات ده اللي سمعنا عنه ايام تيتا وجده هو ده اللي عاش سنين حياتهم لحد اخر يوم في عمرهم، ولا ايه رايك؟ انت عارفه اصلا ان كمان جواز الصالونات زمان ان العريس ما كانش بيشوف عروسته اصلا غير يوم الفرح، واوقات كتير اصلا العريس بيتفاجئ يعني لا مش هي دي اللي انا كنت طالبها او انا اللي كنت عايزها. احنا بنبدا اصلا ساعات بياخد سوسو بدل نادي. فاكره فيلم اسماعيل ياسين وحسن فايق، العروسه مختلفه اصلا مش هي اللي هو عايزها. فاحنا بنبدا اصلا مرحله الجواز بمرحله هقول عليها هي مرحله الخطوبه، بس هنسميها مرحله اللفلفه، اللي هو انا كده كده بتقدم ان كان حب او صالونات في اول الدنيا قوي، انا بحبك، انا بخرجك، بفسحك، بجيب لك هدايا، هي بنوته كيوت ورقيقه، هو نفس الموضوع. بعد الجواز بقى هما ما بيعملوش اصلا اي اعتبارات لنقطه هل انا صح، هل اختياري صح؟ هما بيبقوا فرحانين قوي بالبدايات، ما بيدوروش على اي سلبيات ومش بيبصوا عليها ولا بيفكروا هل الحب صح، هل انا اخترت صح، هل الصالونات صح. فالموضوع هو جواز الصالونات يعني هو مش كله مميزات ومش كله عيوب، مفيش حاجه مضمونه الايام دي. في ناس بتتجوز عن حب بيفضلوا مرتبطين يجي 5 7 سنين ويتخطبوا 3 سنين كمان، ومع اول سنه جواز بعدها خلاص بيتطلقوا. ليه؟ لان الاثنين خلاص يعني بيبقوا شايفين بعض بطريقه، وبعد الجواز بيبقوا بطريقه تانية خالص غيرهم، يعني الاثنين غير الاثنين اللي كانوا عارفين بعض. فليه بقى؟ عشان في حاجه اسمها سقف التوقعات او سقف الطموحات، ده وقع. يعني انا كنت شايفه ان فلان ده انا خلاص حبيته او معجبه بيه وحابه ان انا اكمل حياتي معاه، تمام؟ لكن بعد الجواز في مشاكل بقى والخلفه، واتحطوا في مواقف، مع اول مشكله ظهر كل واحد على حقيقته. صحيح. بصي هاجر، هو يعني من وجهه نظري يا رشا ان زمان يعني جواز الصالونات ده كان ليه مقومات معينه كده، ان الشاب بيروح يتقدم لخطبه اي بنت عن طريق سمعه العيله، عيله كويسه، ناس كويسين، ناس محافظين، عندهم بنت على وش جواز، فيلا اروح اتقدم. وما بينقيش، يعني هو ما بيختارش. ده زمان. لا ده زمان. بس دلوقتي في اختيار، دلوقتي في حريه اختيار حتى لو جواز صالونات. يعني انت ممكن تقعدي مع الشخص ده مره واثنين وثلاثه لحد ما تقتنعي وتقولي تمام وموافقه، خلاص بتوافقي عليه. مش كلهم يا هاجر، يعني برضو التعميم في النقطه. لا، في ناس بتقعد وبتوافق وبتبقى متجوزه وهي راضيه، وفي بيبقى ساعات يعني تبقى دي مش نقطتنا اللي هو الاجبار، بس بيبقوا لا مش يعني خلاص عريس، يعني هعترض ليه؟ هو زمان كان الموافقه البنت بتوافق بناء على موافقه اهلها او موافقه الاب او الناس الكبار، شايفين ان ده احسن او ده مناسب او ده كويس، او يعني من وجهه نظرهم ايا كانت. دي حته كويسه قوي، يعني هي مش بتشوف بعينها لوحدها، لا هي مش بتشوف الشخص ده بعينها. هو زي ما بيقولوا نمريه الحب عمياء، يعني لو انا بحب واحد انا مش هشوف فيه عيوبه. لا هي الفكره بتبقى كمان ثقه، او مش هشوف فيه كل حاجه، لا انا شايفه ان هو حد جميل وحد كويس، لكن مش شايفه ان باقي النواحي او باقي الاتجاهات. هي في المرحله دي هي ما حبتش يا هاجر، بس عشان نبقى واضحين. لا انا بتكلم على جواز عن حب، لكن واحنا في جواز الصالونات هي مش بتشوف بعينها لوحدها، بتشوف بعين مامتها، بتشوف بعين باباها، بتشوفه هو، بتشوف اهله، بتشوف اسرته، بتشوفه بيتعامل مع مامته ازاي، بيتكلم ازاي، بتشوفه بيتعامل مع اخته بعنف ولا بيتعامل معاها كويس. فهي بتلاحظ في كمان مقومات للبنت او يعني تربيه معينه طلعت عليها، ان هي عندها او تربيتها كلها كانت بتحسها على ان هي تحافظ على كيان البيت ده،
مهما كانت بقى صفات الراجل اللي هي هتتجوزه، مفيش حاجه اسمها طلاق، وكانت الفكرة الطلاق دي ممنوعه ان نفكر فيها. ما ينفعش تنطقيها، ما ينفعش، عيب ان في عندنا ما عندناش بنات بتطلق. استحملي. فالبنت كانت بتوافق على الجواز او على العريس ده بناء على موافقه اهلها، وده لان خلاص انا هيبقى عندي بيت واسره واطفال، وكان حياتها كلها هو محورها كله جوزها. ازاي احافظ على البيت، وازاي احافظ على جوزي، وازاي اسمع الكلام، وازاي ابقى مطيعه لدرجه ان انا ما ناقش، ما اتكلمش في اي حاجه. فدي كانت مقاومه. دلوقتي التطلعات اللي بقت فيها الجيل، يعني دلوقتي يعني على قد ما هو في حاجات كويسه في حاجات وحشه، مش عايزين ندخل بس الموضوع التليفونات والموبايلات والنت والكلام ده، لكن هي الفكره ان التطلعات مش دايما كلها بتبقى كويسه. يعني فكره ان البنت او الست تبقى بتاخد فكره عن ان صاحبتها لا ليها كلمه وليها راي، وازاي يقول لك كذا وتسمعي، وازاي ما تتناقشوش، وازاي في حاجات ممكن تتاخد بشكل بهدوء. يعني هل جواز الصالونات زمان بعد ما بيدخلوا بيتهم وحياتهم ما كانش فيه مناقشات؟ بالعكس، ده كانت الست اكتر واحده بيتاخد رايها في كل حاجه بتحصل في البيت، وكان البيت كله كان بيمشي برايها على فكره، بس من غير ما حد يحس، يعني من غير ما حد ياخد باله ان اللي ماشي البيت الست. هو زمان كان التفاهم اكتر من دلوقتي، يعني زمان كان تلاقي الراجل عنده يعتبر وقت، يعني برده كان بيرجع من شغله بدري شويه، مش زي دلوقتي الرجاله معظم الوقت مطحونه في اشتغالهم، بيشتغلوا الصبح وبالليل، يعني بيرجعوا خلاص انا مش حمل كلام، مش حمل مناقشات، مش حمل دوشه اطفال، فاللي هو بيبقى خلقه ضيق اقل حاجه، وضغوط الحياه نفسها. فاحنا تمام، فاحنا مش عايزين بقى نعلق مشاكلنا على ان كان لا ما هو ده اصل صالونات فعشان كده مش نافع، لا هو الفكره نفسها. يعني الشاب دلوقتي بيقول لك انا كده هجازف لما اروح اتجوز صالونات، ناخد يا هاجر دي مجازفه. ناخد بس مداخله معانا. الو اسلام. اسلام السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ اهلا بيك. والله يكرمك. الحقيقه يعني معاكي ماهر بسيوني، بس يمكن كنترول نقل الاسم غلط. معاكي ماهر بسيوني. ماهر اهلا وسهلا استاذ ماهر. الحقيقه يمكن على مدار سنوات كتير جدا انا متزوج، ومش متزوج عن حب. تمام. انا متزوج زواج تقليدي الحقيقه. يعني لو جينا عايزين ناخد بس مؤشر كده لانهي انجح، هنيجي نبص لنسب الطلاق في الماضي ونسب الطلاق دلوقتي. هنيجي نبص كده بنظره محايده لنسبه المتاخرين عن الزواج دلوقتي ونسبه المتاخرين عن الزواج زمان. واي مقوله بتتقال الحقيقه بنحتاج فيها تبراهين احصائيه قويه. البرهان الاحصائي القوي دوت اللي هو ما فيهوش اي جدال بيحدد لنا فين نحط سبوت ونعمل ايه، ولو احنا الجديد مش مناسب لينا نرجع للقديم، ولو القديم محتاج لتعديل نعدله. بس يعني هو دي من وجهه نظري، وربنا يوفقك يعني تطرحوا مواضيع زي ده وربنا يوفقك. يعني احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، لكن يعني معلش سؤال كده، وحضرتك متجوز بقالك قد ايه؟ يعني طب وبعدين انا خايفه اتحسد. طيب هو حوالي 30 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ربنا يبارك لكم في حياتكم يا رب ان شاء الله. و يعني انا عايز اقول لك على مفاجاه ثانيه. اتفضل. انا ابني متجوز بقاله 3 سنين. تمام. ومتجوز جواز برضك نفس جواز والده، وجواز من انجح ما يكون، انجح حاجه موجوده لغايه دلوقتي ما شاء الله. يمكن شايفهم ويعني التفاهم ما بينهم، حتى انا يمكن ما يقوليش اي مشكله او بتاع، اكيد في مشاكل لكن ما يقوليش اي مشكله ولا بيطلق لاي حاجه، ولو حصل اي تنشن في اي لحظه في اي مناسبه يبصوا لبعض يروحوا تحكيين وينزلوا ويتحاسبوا بقى معاهم. فالحقيقه احنا علينا ان احنا نرجع للقواعد. صحيح. ونبني عليه، ما نبنيش من جديد. يعني ده نصيحتي، وربنا يوفقكم الحقيقه تحت امركم. شكرا شكرا جدا لمداخله حضرتك، وسعداء بوجودك معانا. وتعقيبا على استاذ ماهر، انا بشكر حضرتك على المداخله. فعلا الاحصائيات في 2019 ان في مصر
كان في 900,000 واحد متزوج، منهم 700,000 اتطلق. تمام، هو رقم كبير جدا، رقم كبير، ودي يعني اكبر نسبه في التاريخ. 700,000 من 900، من اصل 900 طلاق. وغير كده ان يعني سواء كان حب او صالونات فيها مشاكل، زي ما قال كده استاذ ماهر ان الاثنين فيهم مشاكل وارد جدا، بس يعني الطرفين هم اللي بيقرروا هل العلاقه دي تستمر ولا لا. هو الحلو في ايا كان العلاقه ايه، ان كان حب او صالونات، اهم حاجه لازم يبقى فيه تفاهم. ده اهم حاجه، صحيح، تفاهم، لغه حوار، نقاش. لازم يبقى بالي طويل، يعني ده اهم حاجه، لان عدم طول البال ده بيعمل مشاكل كتير وخلافات، وبندخل في مرحله تاني بقى مش نقاش. الحب يعني دلوقتي الحب مش رقم واحد، اهم حاجه التفاهم في الارتباط او في الجواز. اهم حاجه الحب مش رقم واحد، لكن لازم يكون في معادله ما بين القلب والعقل علشان نبقى قادرين ان احنا نختار. ندخل في جواز الصالونات، ان انت وانت داخله جواز صالونات انت بتحاكمي الاثنين، يعني مش بتحاكمي قلبك بس، لا، عشان مرايه الحب عاميه، فانت هتقبلي عشان انت حباه، ده لو انت مرتبطه او انت متجوزه عن حب. لكن في جواز الصالونات انت بتفكري الاول، بتفكري هو هل هو الشخص ده مناسب ليا، حياته مناسبه ان انا اعيش معاه حياته زي ما هي كده، عشان ما فيش حد بيتغير بعد الجواز، فهل انا هعرف اتاقلم مع الحياه دي ولا لا، وبعدين بقرر، وبعدين كده بيجي بقى المشاعر والحب وكده. جميل جدا يا هاجر، انا كنت سعيده جدا بالفقره معاكم. في نهايه كلامنا عايزين نختار الحب او نختار الجواز مش لهدف الجواز، لهدف الحب والاستقرار والامان، لحب الحياه بهدف الموده والرحمه. شكرا يا رشا، شكرا يا هاجر، شكرا يا نجم. وزي ما بيقولوا ان كله بالخناق الا الجواز بالاتفاق، والنصيب غلاب. استنونا في الفقرة الثانية بعد الفاصل، هنكمل كلامنا وفي نفس الحوار مع زمايلنا، وهنسأل سؤال مهم، هو ليه احنا اصلا بنتجوز؟ صباح الخير مشاهدين الكرام، ولسه مكملين معاكم باقي حلقتنا. ايه افضل شيء، الجواز على صالونات ولا جواز عن طريق الحب؟ وزي ما قالت زميلتنا، كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. بس خلوني في البدايه ارحب بزمايلي. صباح الخير يا عمر، صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا ياسمين، صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا عمر. هي الحياه غير مدرسه بنتعلم فيها، والضربه اللي ما بيتعلمش بتقوي. واوعي كلام الناس والاهل والصحاب ونظره المجتمع ليكي يخليكي تختاري غلط. شوفوا دايما ايه الصح ليكوا والافضل وصمموا عليه. ثواني بس قبل ما تبداوا، بس يعني نرجع من الاول، يعني ناخد الحكايه من اولها عشان ما اتكلمناش فيها. هو احنا ليه اصلا بنتجوز؟ يعني بنتجوز ليه؟ عشان الاستقرار يا عمر، بس بيجي النتيجه بقى سواء صالونات او جواز عن حب، ممكن النتيجه بتكون الاثنين واحد. لو ما كانش راجل كريم وست صبوره ممكن الحياه ما بتكملش. دي حقيقه فعلا. استقرار بس؟ يعني احنا بنتجوز عشان استقرار؟ ده السبب الوحيد؟ انت بتتجوز ليه يا عمر؟ للجواز. بص، هي بالنسبه للبنت بتفرق، ليه بتتجوز بالنسبه للولد بتفرق، يعني ده بيبقى ليه. طب خلينا نعرف منك راي البنت يا سماح، يعني ليه هي بتتجوز البنت؟ البنت بتبقى عايزه سند وظهر ليها، اكيد بيبقى بعد الاب، بيبقى عايزه استقرار وبيت واسره وعيال. البنت بتفكر كده. بالنسبه للولد بيتجوز ليه؟ بصي، يعني كل واحد غير التاني. الاسباب بتاعت دلوقتي غير الاسباب بتاعت زمان. يعني ممكن اكون انا كعمر، او مش انا كعمر، يعني كتير من الناس بالظبط، الشباب بالظبط، بيحب الاهتمام. اكيد انا بحب حد يهتم بيا، وانت بتحب حد يهتم بيكي، وسماح واي مشاهد بيحب حد يهتم بيه، اكيد حد يخاف عليه، حد يشاركه تفاصيل حياته. بس ده بيحصل فتره الخطوبه، اول ما بيجي الجواز بنلاقي ناس تانية معانا، سواء راجل او ست. انا بتكلم مع العموم، يعني هو بيلاقي واحده تانية وهي بتلاقي حد تاني، سواء عن حب برضه او صالونات. بصي، يعني عايز اقول لك ان احنا ممكن نكون الاتفاق من الاول على هدف. يعني انا لو اتفقت من الاول وانا بتجوز او وانا بتقدم، والله انا دي ظروفي، وانا مثلا بفضل حاجه عن حاجه. يعني انا مش متجوز علشان ابني بيت واصرف كل فلوسي على الجواز، او انا ببني بيت وببني اسره وجاي اتجوز علشان تساعدني ان انا اكمل حياتي، او ان انا حياتي تكون احسن او ارتاح اكتر. مش هتجوز عشان احط تكليف زياده عليا. طيب تمام يا عمر، هناخد بس مكالمه ونرجع نكمل معاك تاني. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. انا مبسوطه ان انا كنت احكي دعوه والله. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. الله يخليك، مبسوطه بتعملوا اقتراحاتك يعني حلوه للشباب وكده، يعني ربنا يخليك يا رب. طب رايك ايه في موضوع حلقتنا النهارده؟
انا رايي ان انا يعني تتجوز يعني لما واحده في الكليه ولا كده تاخد اللي هي بتحبه ها، ويبقى فيش بينهم سكه وكده وصراحه احسن من اي حاجه. ايوه، وحضرتك اتجوزتي جواز صالونات ولا جواز عن حب؟ لا انا جواز يعني عادي زي لما جوزها بقى لها 43 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. انا متجوزه بقى لها 43 سنه. ما شاء الله. الحمد لله يعني الحمد لله. وجوز عيالي والحمد لله يعني. يعني جواز صالونات نجح مع حضرتك؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، بس انا جوزها بنتي بقى يعني اخر عيال معايا متجوزاها يعني حبت اللي هي بتاخده اللي هي عايزاه وكده وخدته يعني. ايوه، وهي مرتاحه معاه؟ مرتاحه اخر راحه الحمد لله. ما شاء الله. ايوه. بتقول لي يا ماما انا ما اقدرش يعني انا حتى لو انا زعلت معاه شويه كده انا ما اقدرش اقول لك ان انا زعلانه لان قلت لنا ما فيش نص ساعه ونرجع تاني مع بعض. ما شاء الله ربنا يحفظهم. الحمد لله الحمد لله، فاهم حاجه الصراحه واهم حاجه من ده كله ان هو الانسان يكون متدين. صح. دينه واخلاقه. صح، مع حضرتك حق. شكرا ليك يا فندم، شكرا لحضرتك. طب يا سماح كملي لو عندك النقطه. زي ما المكالمه كده يا عمر ادتنا نقطه كويسه قوي، هنا في جواز صالونات وجواز حب والاثنين نجحوا. طب ما الجواز طلع حلو يا جدعان، امال انتم مخوفينا منه ليه؟ احنا كنا بنشوف في السوشيال ميديا لما نزلنا السؤال في ناس قال ولا عايزين جواز الحب ولا جواز الصالونات، عايزين جواز سفر، عايزين يعني يلفوا الدنيا، مع ان الجواز حلو والله. او في اللي هو يعني السؤال لما اتسال ناس ثانيه جاوبت وقالت ايه؟ والله الاثنين اخرهم محكمه الاسره. بس واضح ان ده كلام هفن بس يعني للضحك. بالظبط، لكن طلع يعني طلع في جواز في الاثنين، بس ده بيجي نتيجه راجل فعلا كريم وعارف اللي هو ما يكرمهن الا كريم، المقوله اللي بتقول ان هو لو كريم هيكرمها لو لئيم هو دوت اللي هيقابلها مشاكل معاه، فهو دوت اللي بينجح العلاقه، سواء ست بتصبر وزي ما هي قالت لو حصل زعل ما بترضاش تقول لمامتها، بتحتوي هي الموضوع وتحله، وده اتربيت على كده، بيكبر الموضوع يعني التربيه فعلا. هي اتربيت على ده، لقت مامتها وباباها كده، ما فيش اسرار البيت دي ما بتطلعش بره. ايوه، ما هي دي اهم حاجه الاخلاق والتربيه. طيب يعني انا دلوقتي لما اجي اتجوز، اتجوز عن حب ولا اتجوز صالونات؟ تفتكر اتجوز ازاي؟ ده السؤال بصراحه يا عمر انا نفسي اساله لك من اول الحلقه. بص طيب يعني احنا هنكمل برضو كلامنا بس بعد المداخله. معانا ام محمد، اتفضلي يا ام محمد. الو، صباح الخير عليكم. صباح النور عليك. صباح الخير يا سماح وصباح الخير يا عمر وحلقه البرنامج جميله جدا النهارده. ربنا يخليك يا رب، اتفضلي. ايه رايك في سؤال حلقتنا النهارده؟ انا عندي رايي، معلش مش عارفه ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. اكيد، اتفضلي قوليه. انا دلوقتي يعني من وجهه نظري ان بدايه جواز الصالونات اصلا بتبقى بدايه يعني جواز صالون، لكن هو في الاول في الاخر بينتهي الحب قبل الجواز. والدليل على كده ان هما بيكملوا الجوازه فتره الخطوبه بعد فتره الخطوبه. ايوه. لان اصلا لو ما فيش توافق في فتره الخطوبه فاصلا الخطوبه هتتشكل ومش هيبقى في جواز. هو كل اللي بيحصل بس ان مثلا الاهل بيرشدوا الابن او الابنه لبني ادم كويس، هو برضه مش على علم بيه. يعني حضرتك مع جواز الصالونات؟ انا مع جواز الصالونات، وهو كل حاجه لها مزايا ولها عيوب، بس هو اصلا مش جواز صالونات بالمعنى التقليدي بتاع زمان. ايوه، انت قصدك بيفهموا بعض في فتره الخطوبه ويتعرفوا على بعض. ايوه ايوه، فاهمه حضرتك. شكرا لحضرتك يا ام محمد. ماشي، اتفضلي يا سماحتك. بس انا عايزه اوصل معلومه وصلتها ام محمد، بتقول لك هو بيبقى فيه تفاهم بيبقى فيه تعارف في جواز الصالونات، ويمكن ده بيقابلنا كتير او بنقراها كتير. ان تيجي ام تخطب لابنها وابنها اصلا في بلد تانية، ممكن ما يكونش شاف العروسه اصلا ولا شافته، هو واثق بقى في تنقيه مامته وذوقها لانه مش فاضي. فين التفاهم؟ هي مامته اللي هتفهم؟ ما هي فتره الخطوبه بقى هيكلمها عن طريق السوشيال ميديا. لا، في ناس بيعملوا توكيل، ما بيبقى ظروف شغله ان هو اصلا ما يتكلمش، ظروف شغل يعني. انا امبارح بعد الجامع منفتح، نادرا يا سماح يعني واحد من كام الف هيعملوا كده، فممكن ما نهتمش يعني بالنقطه دي، يعني ممكن واحد يعني او في تواصل بقى هيبقى اكيد في تواصل، ما ينفعش ما يحصلش تواصل. يعني انا عجبني يعني في اللي هي قالته محمد اللي هو الوفاق، يعني انا برضو هي قالت انا ما اعرفوش ولا عيلتي كمان تعرفه. أيوه. لكن في فتره الخطوبه انا عرفت اتعايش معاه. أيوه. خلينا متفقين ان ما فيش حد ما عندوش اخطاء، او ما فيش حد ما فيش عيب في شخصيته. بالظبط، بس ان انا اختار حد عيبه انا عارف اتعايش معاه، او ان انا اختار حد عيبه مش عارف اتعايش معاه، انا كده خلاص اختيار غلط من البدايه.
لكن ان انا قصدك اسس بقى، احنا نختار اسس ان احنا نكمل بيها العلاقه يعني. او واحنا ما فيش حد كامل ولا اللاب لاب لاب كتير ده، فاهمه؟ ايوه صح. احنا في غلط يعني، في غلط عند حد انا عرفت اتعايش معاه وعرفت ان انا اغيره بعد كده ماشي. بس هو ما فيش حاجه بتتغير يا عمر، خلينا صراحة. ودليل اللي بتحب ممكن تقعد تحب 7 سنين وخطوبه 5 سنين وفي الاخر يحصل فشل في العلاقه بعد الجواز. وممكن مع احترامك يا ياسمين ان جواز الصالونات وبيقعدوا وبيتعرفوا ومتفاهمين جدا وتمام، ويجوا بعد الجواز لا انا هتغير وكل حاجه، والكلام ده اصلا ما بيحصلش يا عمر. والاغلبيه بيبقى يعني من شخص من واحد، وممكن التاني يبقى عنده استعداد يعني يتنازل، بس ما بيلاقيش يعني رد فعل من الشخص ده. انت قلت لي هتنازل، انت قلت لي كذا، قلت لي هتغير، ما بلاقيش الكلام ده اصلا. طيب يعني معنى كده ان احنا ما نستناش التغيير، يعني ناخد الشخص على عيبه؟ لا، لو في تغيير لا ممكن تاخد عيب، في عيب يتغفر تقدر تستحمله، في عيب لا مش هيتغير، اصل الطبع يعني ده طبع. طبع غلاب. ايوه مش عايزه اقولها لك والله، هو فعلا الطبع مش هو طبع غلاب، ما فيش حد عنده طبع غير قليل اللي بيقدر يتخلص منه. يعني مثلا يا عمر مثلا ياسمين بتلاقي لا بتلاحظ اكتريه الراجل يعملك ازاي. انا راجل ايوه، انا المفروض كلمتي اللي تمشي يا جماعه. وعلى فكره جواز الصالونات هو اللي اخترع كلمه السيد. بس جدي وجدك وجدتك اتجوزوا صالونات وعاشوا اطول من اللي احنا بنعيشه دلوقتي. تمام، بس ما تجيبيش زمن جدي وجدك والزمن القديم الجميل، الناس اللي اتربت على الدين والاصول والاحترام زي دلوقتي. ايه اللي اختلف؟ لا اختلف كتير. زي ايه؟ معاييرنا بقى وطبعنا والتكنولوجيا دلوقتي الشاب ذات نفسه ما بيشيلش مسؤوليه. علاقه التربيه او علاقه المسؤوليه بالتكنولوجيا. لا زمان كانت الست بتقعد في البيت وحاضر ونعم، دلوقتي ما كانش عندها وعي الست. ايوه ما كانش عندها وعي اللي هو لا يعني لو جوزها مثلا قال لها بعد اذنك اعملي كذا حاضر، دلوقتي الست بقت عرفت حقوقها ايه. لا أيوة بس يعني برضه هي لا هي بتقول حاضر برضه يا سماء. هي بتقول حاضر بس في ايه بقى اللي هو ايه، انا بشتغل زيك انا بطلع زيك، فابتدى بقى الموضوع. انا مش قصدي في شغل البيت يا ياسمين، مش قصدي كشغل بيت، يعني هي زمان كانش فيه ان ست تشتغل. ايوه بتطلع بره تشتغل، دي ممكن تشتغل جوه البيت، الحاجات بتاعت البيت. لا دلوقتي الست ممكن تتكلم وتتناقش، وانا هشتغل وهبقى زيك، وممكن الدكتور يتجوز دكتوره. أيوة. وممكن معلش في وزراء، بس مش شرط ان ده ينجح العلاقه برضه خالص. معانا مكالمه تانية وهنرجع تاني. اتفضلي يا ام حمزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك؟ اتفضلي. ممكن اسيب العيله عند ماما واجي اقعد معاكم شويه؟ يا ريت والله. تنورين. القعده حلوه قوي والله. والله تنورينا. حضرتك عامله ايه؟ كلكم عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده؟ والله انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بكل حاجه في حياتي هي نصيب من عند ربنا سبحانه وتعالى. الصالونات ده نصيبك، حب ده نصيبك. ايوه بس يعني كنت في كريزه كده لما هو حب بس التركه حياتي يعني عيال زينه. اه والله. طب انت اتجوزتي صالونات ولا حب؟ والله ولا ده ولا ده، عادي يعني. عادي ولا ده ولا ده. الشخص اللي اتقدمني جه البابا وتقدم واتجوزها وخلاص، اصل احنا صحاب فمفيش عندنا الكلام ده. ايوه انسان محترم بيتقي ربنا بيصلي، خلاص الموضوع خلص. صح، اخترتيه على الاسس دي. شكرا ليكي يا ام حمزه، كنا سعداء معاكي. اتفضلي سماح كملي كلامك. فزي ما انا مثلا بقول لعمر، الست يا عمر زمان ما كانتش عندها الوعي الكافي، دلوقتي اتلغت كلمه السيد بسبب ان الست بقى عندها وعي كافي كويس جدا. ويا ريتها والله ما كانش عندها الوعي الكافي كويس جدا ده. لا 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 دي هنقدر نقول برضو عشان احنا خلاص فقرتنا قربت تنتهي. نقدر نقول ان البيت الناجح مبني على الراجل والست. كنت سعيده معاك يا سماح، كنت سعيده معاك يا عمر. اكيد انا اسعد. وفي النهايه يا عم انا طالب ايد بنتك، وهو هيرد عليا ويقول ايه؟ انا بنتي وزنها يتقل ذهب. واقول له استنى الفقره الجايه مع دكتور احمد جاد في ضيافه بلال عبده ونشوف موضوع الوزن ده.